وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث المهندس محمد عبدالله الرمزاني النعيمي مدير إدارة الأمن السيبراني والشؤون التقنية بهيئة تنظيم الاتصالات، تحدث عن الدور الذي تقوم به الهيئة في حوكمة التكنولوجيا وتطويعها لمواجهة التحديات التي كان أبرزها تحدي جائحة كورونا. وفي اعتقادي بأن خدمات الاتصالات والوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل ميسر أصبح أمر من الأمور الحيوية في المجتمع، وذلك لضمان استمرار تشغيل القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية والصحية وغيرها من القطاعات المهمة. طبعا في هذا السياق تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى جعل الخدمات المتوفرة في مملكة البحرين سهلة الوصول وتكون بجودة عالية وبأسعار تنافسية للغاية، وذلك طبعا تطبيقا ودعما لسياسة الحكومة الموقرة فيما يخص استراتيجية التحول الرقمي في المملكة.